السلام عليكم. المهم هنا غادي نحاول نديرو بيتزا على شكل بسطيلات صغار بالطون. المهم طحين ملحة، ها هي باينه، شي شويه ديال الزيت البلديه صافي. وغادي نحاول نخلطو بالماء عادي بلا خميره بلا والو. المهم على بركه الله غادي نخلطو بالماء ونكملوا ان شاء الله باذن الله. المهم هو الماء ما عادي بارد شي شويه، شي ضروري يكون سخون. ورمضان كريم، نزيد ندير شي شويه ديال الماء. خليك ديالنا هكا نخلط. ندير العجينة تقريبا على حسب كل واحد شحال باغي يدير، اللي يدير نص كيلو واللي يدير ماشي مشكل. ايوا انا غادي نحاول نجمع. يا زيت البلدية، ها هي زيت البلدية. صافي ديال. المهم انا جمعت هكذا العجينة المفروض تكونش قاصحة بلا دليك بلا حتى شي حاجة. غادي ندهنها انا ماشي حريفه ماشي طباخه، كندير داكشي اللي كنعرفو. المهم ماشي هكا ديال الزيت باش ما تبقاش ليا لاصقه. وغادي نخليها من بعد صافي. المهم كنقطعو البصله هكا طاح مزيان، هذيك الساعه نشوف شنو غادي نحطو فيها. المهم القامه شي شوية زيت توما، بزار شي شوية الحر، ماشي شي حاجة ماشي شي حاجة كبيرة. سوري الحر. المهم المقادير كيما كتشوفو، الزيتون، شامبينيون، تون، فرماج اللي هو البيتزا توبينغ اللي كيتحط فوق البيتزا، لانه هذه سوري وهذا بحال اللي قلنا الحشو بصله وصوص وطوماط. المهم هادشي اللي كيدار بحال اللي كيدار في بيتزا عاديه، شامبينيون، زيتون، فرماج او تون. المهم هادشي اللي كاين، ملي غادي نسالي غادي نشوفو شنو غادي نديرو حتى يبرد لاصوص، وغادي نخلطو مع المكونات حتى يبرد، لأنو الزيتون والشامبينيون هادشي ديجا طايب. هادشي لي كاين. المهم بغيت نوريكم الأجواء ديال رمضان في الغربة، هانتوما والو سهاد، مكاينش لا حس لا حتى شي حاجة، مع أنو كاينين عرب ساكنين هنايا، ولكن سبحان الله ولو ما تيحسش الواحد كاع نهائيا بشي حاجه. هذا كنعيط دابا كنصور من البالكون ديالي، كلشي سهاد يعني بالفعل اللي تيقولوا كلينيك فهو كلينيك صراحه. سهاد سهاد يعني توتال بحال اللي تيقول سيلونس توتال، ما كاينش لا هضره لا هوات لا حتى شي حاجه نهائيا. المهم اللي خارج كيتغدى راه خارج كيتغدى، اللي جالس راه جالس. هذه هي الاجواء، بغيت نوريكم شي شويه هكا السما. المهم هذا ريزيدونس فين ساكنين، كتسمى بحال ريزيدونس. المهم
هادشي ما كاين بغيت نوريكم. والمغرب راه دائما في القلب. هذه البيت ديال ولدي، حاطط التصويره، حاطط العالم ديال المغرب، ومعلق في بيته التيشيرت ديال المغرب، هو معلق هادشي راسو مخربق كاع الحيط، هو معلق هادشي. المغرب دائما تيبقى في القلب، سبحانك يا ربي، في القلب وفي البال. كاين محسن المغرب، والله يحفظ المغرب وجميع الدول الإسلامية والعربية يا رب. ديما المغرب، وهذا العالم الكبير، هذا العالم الكبير ديال المغرب، جبناه من المغرب معلقينه، بناتي تا هما دايرينه معلقينه، فالحمد لله والشكر يا رب. صحيح حنا متغربين، ولكن دايما تيبقى المغرب في القلب. الله يحفظه وينجيه يا رب يا كريم يا رب. المهم رحنا خلطنا الخليط كامل بحال قلنا، لاصوص، البصله، الزيتون، الشامبينيون، الفرماج، شنو اخر، طون، الزيتون. مهم الا نسيت شي حاجه عذروني، الصيام ما داير فينا. المهم الحمد لله على كل حال. المهم هاي العجينه كيف كتشوفوا، بلا ما دلكت بلا ما والو، درت غير في بلاستيكه وحطيتها في كوكوط وزديت عليها ودرت عليها صفاره، المهم باش توفر علينا شي شويه الديك. بنتي اللي كانت كتصورها خرجات، دابا انا غادي نحاول نقاد الامور راسي، ملي ندير الكويرات نبانو ان شاء الله، نشوف اش غادي نديرو. المهم ها هي، ما نقدرش نقيسها دابا لان شاده التليفون، والتليفون راهو تعرفين واخش الواحد يقيس التليفون ويقيس الماكله، خصني نغسل يديا. المهم انا درت كويرات صغار وتخبيتهم درتهم حطيتهم بالبلاستيك، ما شاء الله جات العجينه خطيره صراحه، روعه. المشكله ما استعملتش هذاك اللي نقدر نصور ونخدم في نفس الوقت، معليش عذرونا. بغيت غير نوري لكم غير شي حاجه تعلمت ليها، وهذه اول تجربه غادي نديرها معكم. صدقات هو هذاك ما صدقاتش، ان شاء الله باذن الله تعاود نديروها مره اخرى، ان شاء الله باذن الله نعاودوها. المهم ها هو الصوص، خلطنا بحال اللي قلنا، خلطنا كل شيء، ها هو بارد تيبرد، وان شاء الله باذن الله غادي نخليو هاد العجينه ترتاح، ومن بعد ان شاء الله باذن الله نعاودو نجيو نخدمو فيها ان شاء الله. نوريكم الجهه الاخرى من السكن. دابا انا كنطلب من الكوزينه، ويلو كلشي خاوي. هذه هي الغربه، وهذا هو رمضان في الغربه، هادشي اللي كاين. بغيت غير نوريكم شويه المقتطفات وخلاص. انا كنسيل العجينه باش تخمر، كنت نوريكم. شتي الدنيا هانيه وساكته والسما صافيه بحال تيقولوا، ما كاينش على قول خواتنا المصريين، ما كاينش صريخ ابن يومين. سبحان الله، هادشي اللي عطى الله. الحمد لله وشكرين، والحمد لله وشكر لله يا رب. شوف الهواء، شوف الريح، اوه هادشي طاح الكوزين. المهم اليوم شميسة، الشمس سبحان الله قوية اليوم، ماشي المهم، كاين شي شوية ديال الريح، كاين شي شوية ديال الهواء. وشحال هادي بالضبط؟ هادي 6:30، وحنا غادي نفطروا ان شاء الله مع تسعود، والبارح كانت 7 دقائق، اليوم تقريبا 10. انا غنشوف الرزمانة شحال، كله 11:22، لا 11:22 العشاء. اليوم 12:05 ولا 11:05، والله ما عقلت. المهم 9:07 او 9:07 او 9:09 9:07، هادشي اللي كاين. المهم هادي رزمانة الوقف الاسلامي ديال كوبنهاغن، وهنا حاطين الزكاة، هي زكاة الفطر ان شاء الله باذن الله. المهم فالمهم عندنا تسعود، ماشي مشكل، هو غادي بدينا ب 8:57 وبدات كطلع، بدات بثلاث دقائق، دقيقة، خمسة، سبعة. المهم ماشي مشكل، الحمد لله والشكر لله يا رب.
المهم انا درت هذوك اللي كديروا بحال المسمن، طويتها ودرتها على 4 لانه ما عنديش كل يصور لي صراحه. فالمهم اللي غنسالي ان شاء الله غادي نوريكم النتيجه. المهم هيا درناها هكا على كاريه، غادي نحطوها في هذه هنا، دهناها بالزيت وغادي نحطو فيها الحشوه وغادي نسدوه وغادي نحطوه في اللاطه ديال الفران. سهله صراحه. المهم نحاول نسالي دغيا باش نوريكم النهايه. المهم هاي درتها في هذيك الكاسه، دهنتها ودرتها وحطيتها وكتقلبوها. من بعد غادي نديروا لها الصفر ديال البيض مع شي شويه ديال الزبده، كندهنوا فوق منها وكنخليوها وندخلوها الفران. وانا غادي نشوف ان شاء الله، غادي نحاول نساوي الاخرين ونوريكم. المهم ها هو مثال ها العجينه، درتها في هذيك واحد مش نقول الزلافه اللي هي نص، ماشي زلافه اللي هي عاليه، اللي هي النص، وتحط فيها الحشوه ومن بعد نجمعوها وغادي نديروها مع اختها تما في الفران، في هذيك لاطات الفران. هادشي اللي كاين يعني، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. حنا حطيناها هكذا وغادي غير نلويوها وغادي نقادوها من تحت وغادي نحطوها. المهم انا ها هي ملي دورتها وحشيتها ودورتها، ها هي هكا، وعاد من بعد غنحطها في الصينيه مع هادو ملي غادي نصاوبها غادي نحطها هنا في الصينيه. المهم ها هما، غير ما نساوش واحد هذا نديرو الكوردون. بحال اللي كنديرو حتى في العجينه ديال البيتزا باش ما طلعش. وبس طلعت كاع الزيتونه، ماشي مشكل كتوقع. ماشي مشكل. مهم حنا ثقبناهم هكذا صافي.